فريق 2004 فاز على مركز شباب السلام بنتيجة 13-0. انا بشوف النتيجة بضحك والله. طبعا 2004 دي منطقة جيزة، يعني مش حاجة، لكن مركز شباب طبعا، وفاز عليه الزمالك 13-0. اهداف الزمالك محمود ياسر وسيف سامي الشيشيني، ابن طبعا كابتننا الكبير ونجمنا مصر، نجم مصر سامي الشيشيني، جاب هاتريك ما شاء الله. ابن سامي الشيشيني ده لعيب كبير يا جماعة، الراجل ده. عمر شريف هدف، ومحمود الدسوقي ومحمد عبد الحميد تيتو هدفين، ويوسف ميشو هدف. الزمالك طبعا من النتيجة أكيد سيطرة كانت كبيرة جدا جدا، والفوز طبعا الزمالك امتلك 42 بونت أو نقطة في صدارة مجموعته، ويقود الفريق كل من كابتن محمد كمونة مدربا، حسام عبد المنعم عمر منيع مدربين مساعدين، محمد عبد الحميد كيبر مدرب حراس المرمى، طه عبد الكريم اخصائي تاهيل واصابات، وسعيد الطيار اداري محمد اسماعيل مهمات. عندنا ظاهره حلوه قوي، يا ريت برضو الاعداد عندنا الحلقه الجايه نعملها. احنا عندنا نجوم كانوا سابقين ولادهم بيلعبوا في نادي الزمالك. انا عندي قائمه كبيره جدا جدا، عندي ابني اسامه نبيه فوق في الفريق الاول، وعندي في القطاع المدرسه، عندك سامي الشيشيني هنا، عندك سيف فاروق جعفر، عندك ابن ايمن عبد العزيز، ابن امير عبد العزيز، ابن ايمن عبد العزيز. عايزين نلقي الضوء، ادهم الخواجه، نلقي الضوء على هؤلاء اللعيبه. ليه؟ لان دايما يقول لك ايه ده واسطه بيلعب واسطه ابوه. لا، نجيب بعض اللقطات للعيبه ونشوف اللعيبه دي بتعمل ايه في التدريبات والماتشات، لانهم لعيبه مميزين جدا، لان هم انا اعتقد ان هم يمتلكوا قدرات ومهارات احسن من ابهاتهم. طبعا تمنياتنا ليهم بالتوفيق إن شاء الله، بإذن الله تمنياتنا ليهم بالتوفيق. لقاءات ما بعد المباراة. الحمد لله احنا ما بيفرقش معانا احنا بنلعب مين، احنا نادي الزمالك فبننزل بنكسب، بناخد 3 بونت وخلاص. النتيجه كبيره الصراحه، ومش بنلعب فرق قويه، بس احنا يعني بننزل بشخصيه نادي الزمالك، واحنا طبعا ده مش هدفنا اللي احنا نلعب، يعني في اللي احنا نلعب في الماتشات دي في تصفيات بعد كده بنلعب فرق كويسه، فاحنا واخدين دي محطه، وان شاء الله يعني احنا هنا على الفريق الاول مش هنا. فرقه محترمه وكويسين، والمدير الفني معانا كويس، والكابتن حسام، الكابتن كمونه، الدكتور طه، الكابتن سعيد، الكابتن عمر، محترمين وفرقه كويسه، والحمد لله اللي جاي خير ان شاء الله. 13-0. الحمد لله المكسب النهارده كان مكسب مهم، والحمد لله بنشكر الجهاز الفني، كان جهاز فني على اعلى مستوى الحمد لله، وقدمنا مباراه كويسه والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله، وان شاء الله المهم اللي جاي باذن الله. احنا الفرقه دي عاملينها 9 ايام بالظبط، يعني الفرقه دي 2004 كانت منسحبه، كانتش موجوده في النادي اصلا، فلمينا اللعيبه دي وعاملينها في 9 ايام بالظبط يعني، وتعبنا فيها، لكن احنا بنأدي، مالناش دعوه احنا بنلعب مين وبنعمل مين، المهم ان انت في فرقه محترمه جدا، في اداء كويس جدا. عندنا التصفيات ان شاء الله هنلعب مع سيراميكا كليوباترا، وعندنا البنك الاهلي، فاحنا بنستعد من دلوقتي للتصفيات، فربنا يكرم ان شاء الله ونقدر نحرز البطوله دي مع لعيبه محترمه جدا، لعيبه كويسه جدا تفيد نادي الزمالك وتفيد فرقه الفريق الاول ان شاء الله. اهم حاجه الاداء، انت راضي، واحنا انت شفت حضرتك اتفرجت على الماتش، لا في اداء، في لعيبه كويسه جدا، في انضباط في الملعب، فده المطلوب، يعني المطلوب مش المطلوب النتيجه، المطلوب الاداء، المطلوب ان انت تطلع لعيبه كويسه جدا للفريق الاول.